هي شعلة رمزية، لكنها تحمل مدلول إشعال جذوة الحرية من جديد وإحياء ذكرى خالدة في نفوس أبناء فجر آباءهم ثورة ضد حكم متخلف واستبدلوها بجمهورية. هنا بمحافظة الضالع احتفت القوات الخاصة بالذكرى 55 من سبتمبر الخالدة. ومن هنا من قمم جبال قعطبة نعاهد القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ونائب رئيس الجمهورية فريق الركن علي محسن صالح بأن احنا سنواصل المشوار وعلى خط شهداء 26 سبتمبر و14 اكتوبر ماضون. مع إشراقة الشمس يوم 26 من سبتمبر واصل الأمن والمقاومة احتفالهم مجددين وفاءهم بالسير على نهج أسلافهم من الضباط الأحرار ممن أرسوا دعائم النظام الجمهوري وأهداف ثورتهم السامية. أننا نقول للإنقلابيين أننا على درب الجمهورية سائرون وفي بناء الجمهورية الثانية قادمون بإذن الله. إزالة حقبة زمنية من عصر حكم كهنوتي متخلف واستبدالها بمنظومة جمهورية تضمن للجميع العيش بعدل ومساواة هي أبرز ما تم ذكره واسترجاعه في الاحتفائية. نتذكر فيها يعني انتصارات وثورة عام 1962 نجددها اليوم من هنا من معسكر القوات الخاصة محور إب. تدريبات عملية كالتدريب على الهجوم والاقتحامات كانت قد قامت بها القوات الخاصة تجهيزا لمعارك تحرير قادمة. فاستمرار الثورة العسكرية والكفاح المسلح ليس إلا من أجل استعادة الشرعية والجمهورية من يد جماعة طائفية سلالية. فثورة اليوم مكملة لثورة الأمس. عهد وفاء نقولها علنا لشهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر ولشهداء المقاومة، فمن هنا نعلنها بأن احنا على درب الشهداء وعلى ثورة سبتمبر وأكتوبر سائرون. تمثل الجمهورية منجز تاريخي وخيار شعب قال كلمته، فعجلة التاريخ لن تعود للوراء. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.